وعلى خير، وقريبا الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وقريبا بإذن الله تعالى تعود إلى مقاعد الدراسة ونعود إلى التواصل مع بعضنا البعض. شيء واحد فقط ننصحكم به، لازم تحاولوا تستفيدوا من الشيء اللي رانا نقدموا فيه كأساتذة وبشتى الطرق. لازم تواصلوا قرايتكم، لأنه اللي يتوقف على الدراسة مدة طويلة راهو صعب عليه يستأنف من جديد. واضح، احنا كأساتذة بإذن الله نحاول نبذل كل ما بوسعنا باش نوصلوا لكم المعلومة بكل الوسائل المتاحة والمختلفة، لكن لابد أن ننتظر تفاعل منكم، ولازم نتوما ثاني تبذلوا مجهود من طرفكم باش تواصلوا التعليم تاعكم، وإن شاء الله نتجاوزوا هالمرحلة ونعود إلى المدرجات وإلى الجامعة وإلى جو الدراسة. إذا فيما يخص الموديل تاع المات فونكسيون دان فاريابل كومبلكس، كنا توقفنا في شابيتر 3. واش راحين نديرو في شابيتر 3؟ راح نشوفو لانتيغراسيون دون سي، سيتادير واش راح نشوفو؟ راح نشوفو لانتيغرال دون فونكسيون كومبلكس لو لون دان شومان، وفي لافان ان شاء الله راح نشوفو لو تيوريم دو كوشي. كي نقولو لانتيغرال دون فونكسيون لو لون دان شومان، لازمنا بريميرمون نعرفو شي هو شومان. سي بور سا بديتلكم الشابيتر بلا ديفينيسيون تاع الشومان، وعطيتكم لا ديفينيسيون، عطيتكم لي تيب دي شومان، وايضا كلك بروبريتي لي تخص لي شومان، وحاولت ندير لكم الامور هذه كلها كما ريزومي، يعني ملخصه في الفيديو هذا. راح نديتاي لكم وراح نشرح لكم شاك ديفينيسيون بلي ديتاي بطريقه بسيطه جدا كما تعودتوا معايا ان شاء الله. اذا راح نبدا بالشرح، حاولوا تجيبوا ورقه وقلم وحاولوا تتبعوا معايا ان شاء الله. تصوروا طلبتي الاعزاء باللي هذه الشاشه امامكم هي السبوره، وحاولوا كما قلت لكم تهزوا ورقه وقلم، لان الرياضيات كما تعرفوا تحتاج الى ورقه وقلم باش تقدروا تركزوا معايا وما تروحوا لا يمين لا شمال. اذا نهضروا على الشومان. شومان نبداو ديفينيسيون، اش معناها شومان؟ اون ابل شومان chemin toute application طبعا نختصر في الكلمات باش ما نطولوش، معرفه من جاما، هذه لابليكاسيون سميناها جاما، يديفيني من انترفال ا بي الى سي، ترفق بكل تي جاما تي. وش هي الشروط ولا لي كونديسيون اللي لازم تحققهم جاما هذه باش تكون شمع؟ لازم جاما هذه ابارتيان ا سي ان على الانترفال ا بي. واش معناها ابارتيان ا سي ان؟ سي ان هذا شفناه في ار تعود فونكسيون ريال، نقولوا ابارتيان سي ان معناها باللي تكون ديريفابل ولا ديريفي تاعها تكون كونتيني. الان جاما تاعنا معرفه من الانترفال ا بي الى سي، كي نقولوا الى سي سي تادير جاما تي تاعنا عندها بارتي ريال وبارتي ايماجينير. لازم بارتي ريال وبارتي ايماجينير يكون نفس المفهوم اللي شفناه في ار، تكون ديريفابل وتكون لا ديريفي كونتيني. بارتي ريال بارتي ايماجينير، هيا نكتبوا مع بعض. اعيد، جاما تي نقدروا نكتبوها لانها ابارتيان ا سي، نقدروا نكتبوها اكس تي بلس اي y تي هكذا. تلك x هذه راهي من ا بي الى ار، يعني راهي سي اون فونكسيون ريال. لا ميم شوز بور y، راهي من ا بي الى ار، ايضا سي اون فونكسيون ريال. هذه x تي والy تي سو سون دو فونكسيون ريال. كي قلنا جاما هذه ابارتيان A سي ان، اش نقدروا ايضا ترجموها باللي لازم يكون الاكس تي هذه اش لازمها تكون؟ تكون ديريفابل ولا ديريفي تاعها لازم تكون كونتيني، يعني اكس بريم لازم تكون كونتيني. واضح، لا ميم شوز بور يغريك تي. يغريك تي ايضا لازم تكون ديريفابل
اي يجيلك بريمليتي لازم تكون حتى هي كونتيني. واف بيان سور نعطيكم اكزامبل على الشمع، حاولوا تتبعوا معايا ليكزامبل. اكزامبل اكزامبل، هاي بدلت اللون، ربما اللون هذا يكون اوضح. بار اكزامبل نعطيو جاما معرفة من الانتربال 0 0 دو بي الى سي. كيفاش نعرفو لابليكاسيون هذه؟ هذه لابليكاسيون جاما تي معرفة ب اكس تي بلس اي ايغريك تي. ماذا تساوي؟ تساوي كوسينوس تي بلس اي سينوس تي، سيتادير لابليكاسيون اللي عطيتها لكم غاما تي ايغال كوسينوس تي بلس اي سينوس تي. الاكس تي هي هذه والايغريك تي هي هذه. دوكا لا كيستيون كي سو بوز، اسكو غاما هذه شوما ولا نو؟ راكم معايا؟ دوكا نتمنى تجاوبوني، اسكو غاما تي شوما ولا نو؟ باش تكون غاما تي شوما واش لازمها تحقق؟ قلنا لازم يحقق غاما لازم يكون ابارتيان ا سي ان. اعيد، واش معناها ابارتيان سي ان؟ لازم يكون ديريبابل ولا ديريفي كونتيني. نحاولوا نشوفوا مع بعض ونفيريفيو مع بعض اسكو غاما هذه راهي ديفيريفي الكونديسيون هذه ولا نو. هنهزو اكس تي، اكس تي شي هي اكس تي هي كوسينوس تي. لا فونكسيون كوسينوس تي اللي راهي معرفه على الانترفال 0 دو بي، اسكو سي تي فونكسيون ديريفابل؟ هذه معروفه بلي لا فونكسيون كوسينوس راهي سي تي فونكسيون ديريفابل، يعني اكس عفوا اعيد فونكسيون اكس تي اللي هي كوسينوس تي معرفة على الانترفال 0 دو بي. قلنا اسكو راهي فونكسيون ديريفابل؟ وي، لا فونكسيون اكس تي راهي ديريفابل. وشي لا ديريفي تاع كوسينوس تي؟ لا ديريفي تاعها اكس بريم تي اللي هي موان سينوس تي. هذه لا ديريفي، يعني لا ديريفي اكزيست. اسكو لا ديريفي كونتيني؟ وي، لا فونكسيون هذه راهي كونتيني سير لانترفال 0 دو بي. لا ميم شوز راح نشوفو بور ايغريك تي. اسكو ايغريك تي ديريفابل؟ وي، ايغريك تي ديريفابل. ايغريك تي واش هي ايغريك تي؟ ايغريك تي اللي هي سينوس تي. لا ديريفي تاعها اكزيست، واش هي لا ديريفي تاع سينوس تي اللي هي كوسينوس تي. وايضا لا ديريفي راهي كونتيني على الانترفال 0 دو بي، معناها كونديسيون يعني الاكس تي راهي ديريفابل لا ديريفي كونتيني. لا ميم شوز بور ايغريك. اذا غاما تي تاعنا، غاما تي، غاما تي اللي هو كوسينوس تي بلس اي سينوس تي راهو ابارتيان ا سي ان. دونك غاما هذا ماشي هو راهو شوما. و بيسكو لا لي كونديسيون تاع شوما سون فيريفي، اللي هو قلنا ان ابليكاسيون تكون لابليكاسيون هذه ابارتيان ا سي ان. بيان سور لابليكاسيون هذه معرفه من الانترفال ا بي الى سي ولا الى بارتي من سي. و هذا اكزامبل سامبل على شوما. الان عطيتكم ليكزامبل هذا اللي شفتوه اللي هو شوما. كنحبوا نعرفوا الشوما هذا اللي مديته لكم جيومتريكمون واش يمثل، سيتادير غاما تي هذا اللي مديناه الان اللي هو كنا كوسينوس تي بلس اي سينوس تي، تي دفاري في الانترفال 0 دو بي. طبعا نتاكد بلي الاغلبيه تاعكم على بالهم بي واش هو هذا الشوما، ولكن انا دائما حين نمشي بالابتدائي حاولوا نرسموه مع بعض هذا الشوما. كي نبداو بار اكزومبل نحسبو غاما 0
gamma 0 طبعا إيجالة كوسينس 0 plus إي سينس 0 كوس إيجالة 1 وسينس إيجالة 0 تعطينا 1 يعني gamma 0 هنا هذه هي gamma 0 نحب نحسب مثلا gamma P sur 2 لازم نزيد نقاط من الانترفال هذا بيان سور تعطينا 0 plus إي يعني راح تجي هنا هذه gamma P sur 2 اكسيتيرا تحبوا تزيدوا تحسبوا gamma P راح تعطيكم موانزا راح نلقاوها سيركل تيتا سيركل يعني عبارة عن دائرة هذا هو الشمال تاعنا جيومتريك مو عبارة عن دائرة كي نحبو نوجهوه عادة للشمال لازم نوجهوهم كي نهزو الاتجاه الموجب اللي هو عكس عقارب الساعة هذا هو الشمال تاعنا كما تي اللي عرفناه كوسينيس تي زايد اي سينيس تي خذيناه جيومتريك مو يعني هندسيا عرفناه ماذا يمثل وانا علاه اخترت لكم السيركل بيسكو هذا الشمع هذا نخدمو به بزاف في لي زيكزامبل اللي جايين باذن الله تعالى واضح الان اون باس نوتر شوز نروحو لحاجه واحده اخرى اذا نواصلو اذا خلاصه قلنا شمع وشي هو شمع خلاص قلنا سيتي ابليكاسيون من ا ب الى سي لابليكاسيون هذه قلنا ابارتيان سي 1 يعني جينيرالمون كاينه حاجه واحده اخرى اللي كتبتها لكم في الكور قلنا باللي غاما ا هذا سموه لوريجين وغاما ب سموها الاكستريميتي واضح هذه كل اللي كتبتها لكم لوريجين وهذه الاكستريميتي تاع الشمع يعني صورة A وصورة B يعني عندنا هنا غاما A يعني صورة نقطة A وعندنا شمع جينيرالمون مثلا شمع يروح حتى غاما B هذا هو الشمع يبدأ من غاما A حتى غاما B هذه سموها لوريجين وهذه سموها اكستريميتي ولازم نوجهوه الشمع تاعنا يعني مثلا يروح كيما هاك بهذا الاتجاه هذا جينيرالمون هذا شمع هذه ثاني كتبتها لكم في الكور من بعد واش راح نشوفوا راح نشوفوا بعض الانواع تاع الشمع واش اللي يهمنا سورتو لو لاسي ولا اللي يسموه عفوا يسموه شمع 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 فيرمي مغلق يعني مسار ولا منحى مغلق او يسموه لاسي لاسي هذا نحتاجوه بزاف سي بور سا لازم نعرفو ديفينيسيون تاعو تاع شمع لاسي شمع فيرمي ولا لاسي واضح لازم نعرفو ديفينيسيون تاعو واش معناها شمع فيرمي طبعا لازم يكون بريميرمون يكون شمع عندنا عارفين وش هو شمع حاجه زايده اللي قلنا فيرمي طبعا اللي يتوقع الانسان يتصورها في ذهنه واش معناها شمع فيرمي معناها النقطه اللي بدينا فيها رجعنا لها هذه واضحه لكن رياضيا كي نجيو ندورو ماتيماتيكمون واش لازم يحقق الشمع تاعنا اللي سميناه غاما معرف من ا بي الى سي وقتها يكون فيرمي يعني بكل بساطه لازم يكون غاما ا ايغال ا غاما بي كون بوزي لكم لا كيستيون اعطوني اكزامبل على شمع فيرمي اكزامبل هذا خليناه الان فقط راح تجاوبوني اكيد هي السيركل سيركل اللي هزينا المركز تاعو زيرو ونصف القطر تاعو واحد يعني السيركل هذا بيان سور سي تان شوما فيرمي يعني مسار مغلق كي نحبو نديمونطريو ماتيماتيكمون كيفاه هذا سي تان شوما فيرمي باسكو واضح صح شوما فيرمي ولكن نحتاج باش نديمونطريو ماتيماتيكمون قلنا لازم يحقق انو غاما ا ايغالا غاما ب سيركل كيفاش عرفناه سي تان شوما يديفيني من زيرو دو بي لا سي غاما تي ايغال كوسينوس تي بلس اي سينوس تي نفيريفيو لا كونديسيون نحسبو غاما زيرو غاما زيرو نعوضو هنا واش راح تعطينا كوسينوس زيرو بلس اي سينوس زيرو تعطينا ان نزيدو نحسبو هادي حسبنا صورة الزيرو الان نحسبو غاما دو بي غاما دو بي راح تعطينا اوسي ان يعني وجدنا باللي غاما زيرو ايغالا غاما دو بي سيتادير غاما ا ايغال ا غاما بي
Donc gamma هذا اللي عرفناه اللي هو يعرف لنا السيركل سي ان شومان فيرمي ولا نسموه لاسي. واضح نظن المثال واضح، عطيتكم امثله بسيطه واضحه باش تفهموا لا ديفينيسيون دان شومان فيرمي اللي هو لاسي. واضح. Maintenant, on passe à une autre chose. بعد ما شفنا شومان فيرمي عطيتكم ليكزامبل، ما كاين ايضا بتات بتيت ريمارك لازم نقولها، هي شومان ديفيرونسيابل بار مورسو. بيان سير كي نقولوا ديفيرونسيابل بار مورسو سي تادير الدومين تاعنا ولا الانترفال، عفوا قسم درنا لو سيب ديفيزيون قسمنا الى دي انترفال صغار اللي هما اكس اي اكس اي اكس اي عفوا اكس اي اكس اي بلس 1، ولازم لا ريستريكسيون دو غاما اشاك انترفال يعني الاقتصار تاعو على المجالات الجزئيه يبقى يفيريفي كونديسيون اللي هي لازم يكون دو كلاس سي 1، بيسكو حنا شوما واش قلنا عليه لازم يكون دو كلاس سي 1. وكي نقولوا ديفيرونسيابل بار مورسو يعني حتى وتقتصروا على مجالات جزئيه يا با دو كلاس سي 1، هذه واش معناها فقط ديفيرونسيابل بار مورسو بيسكو نحتاجوها هذه ايضا. ماتنو واش راح نشوفوا ايضا، شوفوا لي شوما ايكيفالون، شوما ايكيفالون بيان سور عطيتكم لا ديفينيسيون تاع شومان ايكيفالون اش معناها. هنا عندنا دو شومان بيان سور اللي هما غاما 1 غاما 2، الاول معرف على الانترفال ا بي ودوزيام معرف على الانترفال سي دي. كنت نقول عليهم بلي سون ايكيفالون يعني متكافئين سي ليكزيست ان بيجيكسيون ستريكتومون كورباسونت يعني تقابل متزايد تماما، نعرف على الانترفال تاع الشومان الاول الى الانترفال تاع الشومان الثاني، وهذا البيجيكسيون لازم تكون كونتيني اي كونتينيومون ديريفابل بار مورسو، هذه الشروط اللي لازم تحققها البيجيكسيون. اوسي لازم لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي في موان 1 ايضا تحقق نفس الشروط، وعندنا ايضا غاما دو لي تي ايكال ايكال غاما ان لي في لي تي. هذه الديفينيسيون تاع دو شومان ايكيفالون نعطيها لكم بطريقه ولكن بسيطه جدا. وقتها نقولوا على دو شومان سون ايكيفالون يعني متكافئين، لازم لوريجين وليكستريميتي، وش هي لوريجين وليكستريميتي اللي هضرنا عليها قبيلاتي، سون لي ميم يعني لوريجين وليكستريميتي تاع غاما 1 ولوريجين وليكستريميتي تاع غاما 2 يكونوا نفسهم. هذه واش معناها دو شومان ايكيفالون، يعني منين بدينا ورجعنا تاع غاما 1 تاع غاما 2 سون لي ميم. وعلاه يهمنا لي شومان ايكيفالون بيسكو من بعد راح نبوزيو لا كيسيون اسكو لانتيغرال على دو شومان ايكيفالون لانتيغرال يبقى نفسه ولا نو، يعني كي ننتيغرو على غاما 1 ونزيدو ننتيغرو على غاما 2 ويعودو غاما 1 غاما 2 سون ايكيفالون اسكو يبقى لانتيغرال كومبلكس نفسه ولا نو. هذه سي بور سا عطيتكم لي شومان ايكيفالون. كاينين اوتر شوز اللي هي لونغور دان شومان يعني طول فورميل اللي تعطينا لونغور دان شومان. ها هي درنا سب ديفيزيون تاع الانترفال ودرنا لا سوم تاع هذا اللي تعطينا لونغور دان شومان اللي هي انتغرال من ا بي، يعني هذه اصلا شفناها الفورميل هذه شفناها في السيمستر الاول لا داعي باش نديطيها. واضح. ماتنو اون باس لو بيت تاعنا تاع شابيتر اللي هو ماذا، اللي هو الانتغرال l'intégration dans le domaine complexe. L'intégration dans le domaine complexe. هذا هو الرسمي، هذا هو البيت نتاعنا. كما قلت لكم هذا هو البيت نتاعنا، هو l'intégration dans le domaine complexe. بريميرمون عطيتكم ديفينيسيون تاع l'intégrale curviligne complexe، عطيتها لكم بالتفصيل. هاي ديفينيسيون تاع l'intégrale curviligne complexe. من بعد واش عطيتكم هذه الديفينيسيون. بعد عطيتكم ريلاسيون انتر لانتيغرال كيرفيريني ريال ولانتيغرال كيرفيريني كومبلكس، سي تادير كي نحبو نكالكيليو لانتيغرال كيرفيريني كومبلكس نقدرو نحولوه الى لا سوم تاع دو زانتيغرال ريال. هالحوايج بيان سور رانا هضرناهم في البداية كي عرفنا فونكسيون ا فاريابل كومبلكس، قلنا فونكسيون ا فاريابل كومبلكس راهي نقدرو نحولوها هي سوم تاع دو فونكسيون ريال، يعني اي حاجه كي ندوسوها على لي فونكسيون سواء لا كونتينيتي لا ديريفي الانتيغرال دائما نقدر نحولوها الى سوم تاع كيما هنا رانا في الانتيغرال تاع لا سوم تاع دو زانتيغرال ريال. ومن بعد وين رحنا، رحت لكم كالكو بروبريتي على الانتيغرال كيرفيليني
هادو لي بروبوريتي، يعني هو الخواص هادو تقريبا نفسهم الخواص تاع لي زانتيغرال، الانتيغرال تاع صوم تاع دو فونكسيون تساوي الانتيغرال تاع الفونكسيون الاولى بليس الانتيغرال تاع الفونكسيون الاولى. يعني هاد الخواص صحيحين سو لي كونديسيون، يعني لازم تتوفر لي كونديسيون معينه تعرفوهم هالخواص، شفناهم في زوتر زانتيغرال. ومن بعد روحنا لا فورميل دو جرين. لا فورميل دو جرين هاني عطيتها لكم، ها هي لا فورميل دو جرين، ها هي العلاقه تاعها. دوكا واش راح نقول لكم؟ استنى راح نبدا لكم الان كما يقولوا دوكا دوكا خطوه خطوه ديتاي لكم. راح نبدا بدايه بالانتيغرال تاع فونكسيون كومبلكس، هذا راح نبداه لكم نعرفه لكم بطريقه بسيطه جدا. الان نروحوا للطابلو، هزوا ورقه وقلم وهيا معي. اذا احنا واش رايحين نعرفوا؟ بريميرمون قلنا رايحين نعرفوا الانتيغرال اعيد، رايحين نعرفوا قلنا الانتيغرال دون فونكسيون complexe le long d'un chemin يعني بالعربية تكامل دالة مركبة على طول مسار، على طول مسار. واضح الانتيغرال تاع فونكسيون كومبلكس على طول مسار. دوكا الشمع وتعرفينو تهنينا منو شي هو الشمع. اذا بريميرمون باش نديرو الانتيغرال هذا لازم يكون عندنا شمع، شمع اللي هو غاما تي، وتعرفينو شو هو غاما تي. غاما تي قلنا سيت اون ابليكاسيون من ابي الى سي تال كو غاما ابارتيان اسي، هادي شرحناها بالتفصيل. واضح هادي بريميرمون. واش عندنا ايضا؟ عندنا اون فونكسيون كومبلكس، اون فونكسيون كومبلكس اف كونتيني، و اف منين؟ قلنا من سي الى سي او على جزء من سي. طبعا كونتيني على وشي؟ كونتيني على غاما بيان سير، على غاما. اذا حنا واش حوسو نحسبو؟ راح نحسبو لانتيغرال تاع لا فونكسيون كومبلكس هادي اف زد دي زد لو لون دو غاما، يعني على طول شمع هذا غاما. كيفاش نحسبو؟ ها هي العلاقه مكتوبه عندكم، نعاود نكتبها. هو الانتيغرال من البي ابي، هادو شي هما الانترفال اللي عرفنا عليهم غاما تاع اف لي غاما تي في غاما بريم تي دي تي. هذا هو الانتيغرال تاع اون فونكسيون كومبلكس لو لون دان شومان غاما. هذه هي عبارته، هذه هي عبارته واللي مكتوبه عندكم. يعني الانتيغرال تاع فونكسيون اف زد على غاما ماذا يساوي؟ هو الانتيغرال من ال بي اف لي غاما تي في غاما بريم تي. دوكا نبوز ليكم لا كيسيون، اسكو الانتيغرال هذا فعلا موجود؟ نعم الانتيغرال هذا فعلا موجود. كي نحب نقول لواحد ديمونطري لي بلي راهو موجود، نقدر ديمونطريوها بطريقه بسيطه جدا. عندنا الانتيغرال من ال بي تاع اف لي غاما تي و غاما بريم تي، باش يكون اكزيست هذا الانتيغرال بيان سور لازم هالفونكسيون لي داخل الانتيغرال لازم تكون كونتيني. هنا واش عندنا؟ بيان سور عندنا اف راهو كونتيني زيدو، وعندنا غاما تي كونتيني هكذا. اذا التركيب تاعهم واش راح يكون؟ راح يكون بيان سور كونتيني. غاما كنا نسالكم عليه غاما كونتيني بيسكو غاما ابارتيان ا سي ان. ايضا واش عندنا؟ عندنا باللي غاما بريم هذا راهو ايضا كونتيني، علاه كونتيني؟ بيسكو ثاني نعيد واكرر لان يعني غاما ابارتيان ا سي ان. اذا جداء تاع دو فونكسيون كونتيني راح يعطينا فونكسيون كونتيني، يعني الفونكسيون الكليه هذه راهي هي ايضا كونتيني، تعود كونتيني. دونك الانتيغرال هذا اكزيست. واضح؟ اذا الانتيغرال اعيد، الانتيغرال تاعنا تاع اف زد دي زد على غاما هو الانتيغرال من ال بي اف لي غاما تي في غاما بريم تي دي تي. واضح؟ هذا هو الانتيغرال. اللي يحب يفهمها نحاول نقرب له فهم بطريقه بسيطه ولكن تقريب للفهم فقط. وكأنه قلنا شونجمون دو فاريابل عن طريق ريبريزونطاسيون باراميتريك، يعني تمثيل بسيط اللي هو غاما تي، يعني حطينا زد يقالا غاما تي، دونك دي زد يقالا غاما بريم تي دي تي، يولينا الانتيغرال تاع اف زد دي زد في مكان زد حطينا غاما تي، في مكان دي زد حطينا غاما بريم تي، ولا الانتيغرال من ا لبي. هذه تقريب للفهم فقط.
وكاين بتيت رمارك ايضا، يعني احنا دائما نقولوا كي نديروا الانتجرال من ال باللي كنجيو نحسبوا بيان سور الانتجرال هذا اللي هو اف لي جاما تي في جاما بريم تي دي تي، مش نقدروا نحولوه كيما هضرناها صدرتها لكم سابقا، نقدروا نحولوه صوم تاع دو زانتيغرال ريال ريال، هي البارتي ريال والبارتي ايماجينير. و دوكا بيان سور باش تقدروا تفهموا اكثر لازمنا اكزامبل، هكذا على بالي بكم الان راكم محتاجين اكزامبل، هيا بنا ليكزامبل باش نعطيه لكم. اذا اعطيكم اكزامبل، اكزامبل بسيط، اكزامبل par exemple كنا كالكولي عندنا الانتجرال على جاما تاع واحد على زد دي زد، هذا انتجرال تاع فونكسيون كومبلكس. جاما هذه وش هي؟ عطاها لكم معرفه من زيرو دو بي الى سي، معرفه بي تي، عندي جاما تي ايغال اكسبونسييل اي تي، الشمان تاعنا عطاه لنا معرف اكسبونسييل اي تي. كومبوزيت كوم لا كيستيون، واش هو الشمان هذا اكسبونسييل اي تي؟ حنا بالكم بها واش هي، نقدر نحولوها على فورم بولير اللي هي الكوسينيس تي بلس اي سينيس تي، اللي هي سيركل، سيركل المركز تاعو زيرو نصف قطرو واحد، اذا هذا هو الشمان تاعنا. راح نحاولوا نحسبوا الانتجرال كومبلكس هذا، راكم معايا، نحاولوا نحسبوه مع بعض. إذن راح نحسبوا الانتجرال على جاما تاع واحد على زد دي زد. العلاقة وش هي؟ ملوا عليا العلاقة. العلاقة هي الانتجرال يساوي الانتجرال قلنا من ال بي تاع اف لجاما تي في جاما بريم تي تي تي. راكم معايا، انا من ذبية كنت زورقة وقلم، تحاولوا تفتحوه وحدكم ومن بعد تشوفوا الحل معايا، واضح يعني تحبسوا الفيديو وتحاولوا تحلوه. اذا احنا عندنا جاما تاعنا ما هو؟ جاما معرف من زيرو دو بي، عندنا جاما تي ايغال اكسبونسييل اي تي، يعني الابي تاعنا هي زيرو دو بي وجاما تي تاعنا هو اكسبونسييل اي تي. نحطو تحته جاما بريم تي، ماذا يساوي؟ يعطينا اي اكسبونسييل اي تي دي تي، هذا جاما بريم. نروحو نعوضو فقط بكل بساطة في العلاقة، يعني يولي الانتجرال تاع على جاما تاع واحد على زد دي زد واش راح يساوي؟ نعوضو ا بي تاعنا وش هي؟ زيرو دو بي اف لجاما تي، صورة جاما تي يعني هنا هي صورة اكسبونسيال اي تي بدلالة الفونكسيون هادي، واش تولي؟ تعطيني واحد على اكسبونسيال اي تي فوا فوا جاما بريم تي. جاما بريم تي وش هي؟ هاهي هي اي اكسبونسيال اي تي دي تي، هذه يعني واش درت هنا؟ راني عوضت فقط في العلاقة، هذا واش درت. وهنا يولي نحاول نكملو. اذا واش لقينا؟ لقينا انتجرال من زيرو دو بي، قلنا اي اكسبونسيال اي تي على اكسبونسيال اي تي دي تي. هنا هذا تكامل بسيط بيان سير، تحسبوه بكل بساطة، يساوي الانتجرال من زيرو دو بي، خرجت الاي فقط، ويعطينا لو نومبر كومبلكس دو بي اي، هذه هي قيمة الانتجرال. هاكو شفتوا طريقة بسيطة جدا جدا جدا، الرسمي انكم تحطوا لا فورميل قدامكم وتطبقوا فقط. وكاين دي سيكتو ان شاء الله نشوفوهم في لا سيري 3، وان شاء الله اللي ما فهمش حاجة نتواصلوا عبر الجروب تاع الميسنجر، نعاود نشرح لكم من جديد. انا بديت لكم فقط حوايج بسيطة باش تفهموا اكثر، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله.